بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شهيوات ناني تقدم لكم اليوم صوابع البقلاوة المبرومة أو البقلاوة المبرومة، وصفة جميلة وبسيطة. أنا شخصيا كنعملها بزاف في عواد البريوات ديالنا، لأن البريوات كياخدوا كمية كبيرة من اللوز، أما هذه فما كتاخدش بزاف في الحشو، يعني نسبيا كتطلع اقتصادية أكثر. الحاجة الوحيدة اللي نأكد لكم عليها أنكم تخدموها بطول بال وصبر، خصوصا إذا استخدمتوا عجينة البقلاوة أو لاباط فيلو الجاهزة. فأحيانا كتكون صعبة في أننا نفصلوا الأوراق عن بعضها، لذلك حاولوا تطولوا بالكم وتخدموا غير بالعقل، والنتيجة إن شاء الله هذه تكون مرضية، لأن كتعطي يعني بتكاليف بسيطة كتعطي صينية ما شاء الله يعني معتبرة. تبعوا معايا الفيديو باش تشوفوا طريقة التحضير. غادي نبدأ بسم الله وعلى بركة الله باستعراض المقادير. في الحقيقة أنا غادي نحاول نحدد لكم، مع أنني فاش كنبغي نعملهم ما كنحددش المقادير، كنبقى ندير يعني على حساب يعني عيني ميزاني. عندي هنا تقريبا كيلو من ورق لاباط فيلو، يعني الورقة البسطيلة هذه المستطيلة طويلة، الوحدة فيها تقريبا 470 غرام، الوزن ديالها 470 غرام. عندي زوج يعني عليه الكيلو. عندي هنايا تقريبا نص كيلو ديال اللوز مسلوق ومقشر ومقلي ومجروش، ها هو يعني راه ماشي مفروم ناعم، مجروش بشكل خشن، وضفت عليه 3 د المعالق كبار ديال الماء زهر و3 د المعالق كبار ديال العسل و3 4 ملعقه صغيره من القرفه. عندي هنا شويه ديال اللوز للتزيين، وعندي هنايا بالنسبه للزبده انا هنايا غادي نذوب 150 غرام، الا خص غادي نزيدها العسل باش غادي نسقيها فاش طيب ان شاء الله. هنا كما كتلاحظوا اخواتي هذا لاباط فيلو يعني حساسه بزاف وسهله التمزق وسهله يعني انها تفسد، فانا حليتها يعني فتحتها بحرص وشديت هذا المنديل هذا مبلول يعني ندي مبلول شويه بالماء، غير مسحت عليه وصافي، وحطيت فيه باقي الاوراق لان ما خصهاش تنشف. هنايا خديت جوج ورقات، ها هما يعني ما عطيتش الصيب نحلهم مزيان، ها هما يعني ورقتين هنايا. طريقة العمل هكا، غادي ناخدو هنايا كما لاحظتو ورقتين فوق بعض، وكما كنقول كنعيد، حساسة جدا هاد ورق الفيلو، حساس بزاف، يعني كونوا حريصين وانتم كتخدموا به. كاين اللي كيستغنى يعني كنلاحظ انهم كيستغناو الاتراك ولا حتى الشوام كيستغناو على هذه المساله ديال انهم يسقيوها بالزبده هكذا، حتى كيجيو للتالي وكيبقاو كيفرغوا فوقها كميه كبيره من خليط الزبده المذابه والزيت، لكن انا فضلت ندير هكذا باش في الاخير غير نمسح عليها، ما نخويش عليها هذيك الكميه الكبيره اللي كيديروا. يعني اللي بغى يسهل عليه الخدمه ما يدهنش. غادي ناخذ هذا القضيب، غادي تاخذوا الى عندكم قضيب معدني في هذا الحجم هذا مزيان. انا هنايا دبرت راسي بواحد 4 ديال الاعواد ديال الشواء، درت 4 من هنا و4 من هنا يعني في المجموع 8، ولفيتهم مزيان بالبلاستيك الغذائي او النايلون كما قلتها نتوما. غادي تحطوه من هنا، دابا من هنايا افضل، نجيبو من هنا، غادي طويو هذا الطرف هذا هنا، ها هو طويو على القطيب. غادي ناخذو الحشو وغادي نرصوه بشكل طولي، غير شويه ما تكثروش. الميزه اللي فيها انها ما كتاكلش اللوز بزاف، شي حال البريوات يعني خصك دير كيلو وطحنو وكل حاجه تعمرها مزيان، كاين اللي كي غير كيرش ما
ممكن انا فضلت نعملها هكذا. صحة ثانية من هنا. وغادي تبداو تلفوا بهذا الشكل هذا هنا حتى تدخلوا اللوز كله من هنا. هانتوما تبداو تلفوها بهذا الشكل هذا. عندي هنا غادي نمسح هذا الطرف قليل من الزبده نمسح هكذا وغادي نكمل اللف. هانتوما هكا نرخفتها واحد شويه ولكن دابا غادي نكمل شحال هكذا. هانتوما كتلاحظوا هالقطيب كيكمش، شوفوا العجينة كيتكمشات، كتجبدو من هنا ومن هنا هكذا. دابا غادي نخرجها من القطيب، غادي ندفعه غير من هنا من الطرف. هانتوما هكا ها هي، كاين اللي كيهز حتى الصينيه مباشره وكيخرج بحال هكذا. خرج دابا واحد شويه نجيبها لهنا وغادي نخرجها، كتجيبوها حتى لطرف الصينيه وتخرجوا هكذا. تعدلوها بحال هذا الشكل هذا، ما تهتموش بهاد الكسور هادو، غادي تقطع هذا كلشي كيختفي من بعد صافي. وغادي نكملوا العمليه بحال هذا الشكل هذا. هانتوما هي المراحل كلها سهله الا هاد المرحله ديال فك الاوراق، هي الصعيبه في هذا الشيء كامل، اما الباقي كله سهل. يعني هنا فين كيتعذب الواحد واحد شويه باش تحسب زوج ورقات كتخاف تقطع كل شيء. هما يمكن زوج ورقات، هما غادي تبداو تفكوهم بعنايه ورفق هكا شويه ولا بد كتقطع. وكما قلت لكم طول مده العمل الاوراق الاخرى تبقى ملفوفه في هذا المنديل، يعني المبلول، يعني نديه غير مبلول بلطف. هاهي تقطعت الحمد لله. نلفو هادي نرجعوها هكا، هي هادي كلها مقطعة من هنا ونحطوها على جنب ونبداو تاني العمل. هاد الجهة بانت ليا سليمة، يعني غنخليها هنا من هاد الجهة. الزبدة سليمة، والو هي تقطعات.
يا اخواتي كتلاحظوا اننا كملناهم، ولكن بعد عذاب يعني المجموعه الثانيه الكيس الثاني ديال الفيلو لقيتو ملصق من واحد الجهه. يعني توقعوا الا لاحظتوا الاول اللي خدمت قدامكم كان سليم، يعني نوعا ما سليم، لكن الثاني لقيت واحد الجهه ملصقه بحال هكذا. ملي تلقاو بحال هكا ملصق ما تبقاوش يعني تعذبوا معاها وتمحنوا راسكم، قطعوا الجهه اللي ملصقه وقلبوا اتجاه اللف، يعني بالشكل اللي تجيكم لفات مزيانه، او لا الى باو تحلوا لكم هاد الطريفات هادو غادي تحلوهم، والجهه اللي تجيكم مثلا ناقصه باينه لكم خاويه غادي تحطوا فيها دوك الكسور. المهم كما قلت لكم ان النهايه تكون سليمه باش تجي اللفه مزيانه. هذا ما بغيتش ننظف هنايا باش نوريكم هاد المشكل هذا اللي كيوقع فيها. دابا غادي ناخذوا هاد اللفائف ديالنا وغادي نبقاو ندهنوهم بالزبده. هيا نشفات ليا كاع مع تعطلت، وغادي ندخلوها الفرن مسخن على 180 درجه. ملي ندخلوها غادي ننزلوا الحراره ل 170 ونخليوها طيب حتى يذهب الوجه. انا ما بغيتش نقول لكم الوقت لان كل مره شحال كتاخذ، مرات سبحان الله كتحمر دغيا. انتم غادي المعيار ديال انها ان النضج انتهى ان كتلقاو الوجه محمر. ودابا غادي ناخذ سكين يكون ماضي يعني حامي مزيان وغادي نبدا نقطع. صافي ها هي دابا قطعناها القطع، دابا غادي ندخلوها للفرن. هنايا احنا خرجناها من الفرن وهي مازال ساخنه، غادي نبداو نسقيوها بالعسل وهي مازال سخونه عاد خارجه من الفرن. هنايا بعد ما سقيتها بشكل كامل بالعسل هانتوما كتشوفوا هذه عندي فيها كيلو، انا تقريبا عملت نص ديالها. لازم يتشربوا بالعسل مزيان دابا، ومازال مازال العسل سايح غادي نزينوها باللوز. مازال يكون العسل سايح فوقها باش يشد، باش هاد اللوز يشد. هنا صافي ها هي زيناها بشكل كامل. دابا لاحظتوا انا ما كنصبرش، راه قطعت واحد شويه من هنا كليتو. دابا غادي نخليوها تبرد وعاد باش نهزوها ونحطوها في، اما نجمعوها في علب او لا نحطوها في طبق، نرصوها في طبق التقديم.